ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ايمان الانصاري. النهاردة عاملة لكم ريفيو كويس جدا عن غسول للوجه ومزيل للميك اب، رخيص جدا ومن شركة ايفا. يا ريت لو انتي لسه جديدة في القناة ما تنسيش اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس وتعملي لايك للفيديو وشير عشان يوصل لغيرك. النهاردة هكلمك عن تفاصيل مهمة فيه، مميزاته وعيوبه واماكن بيعه وسعره ايه. يا ريت تتابعي معايا باقي الفيديو عشان تعرفي باقي التفاصيل. هاي يا بنات، ورجعت لكم تاني، ويلا بينا نكمل الفيديو. اول حاجة بنات انا هكلمكم عنها هو سعر المنتج والمليات بتاعته. سعر المنتج ده ب29 جنيه، في صيدليات بتبيعه ب28 وفي صيدليات ب25، على حسب ما هتلاقيه، وهتلاقيه برضو في كارفور بنفس الاسعار والكلام ده، على حسب بقى المكان اللي انت هتشتري منه، بس هو متوفر في كل حتة. العدد المليات بتاعته 150 ملي. العدد المليات ده كافي جدا، يقعد معاكي شهر شهرين كمان لو انت ما بتحطيش ميك اب كل يوم. ولو بتستخدميه غسول هو كويس جدا، حلو، بينظف البشرة قوي من اي بقى بكتيريا او اي فضلات بقى، كريم او اي منتجات سكين كير انت حطاها قبل كده، وحلو قوي بيشيل الميك اب، وبنصح بيه كل البنات. في منه انواع تانية، البشرات العادية والبشرة الجافة، وفي اللي هي الازرق، بيمشي مع كل البشرات، مع كل جميع البشرات. الاخضر ده اللي بالخيار بيمشي مع البشرة الدهنية، ولو هتجيبي الموف منه بيمشي مع البشرة الجافة. الصراحة حلوة يا بنات، وسعره مناسب للكل، يعني كل البنات ممكن معظمهم ما يشتروه. كويس جدا وانا بنصحك بيه. هو بس ممكن العيب الوحيد اللي فيه انه بعد ما بغسل بشرتي بيه بحس ان انا بشرتي بتفرز عرق كتير، او بحس ان في حاجة غريبة، بس هو الصراحة ما بيطلعليش حبوب او كده، هو بينظف لي بشرتي جدا. وانا بحب الغسول ده اساسي مع الغسولات بتاعتي، لانه بيشيل الميك اب لو انا خارجه مكان وحاطه فول ميك اب، هو بيشيله جدا وكويس. فانا بنصح بيه البنات كبديل ارخص لاي مزيل ميك اب غالي. طبعا يا بنات انا قلت لكم العيب الوحيد انه بحس ان بشرتي بتفرز عرق او ميه كتير بعد ما بغسل منه. ما بينشفش بشرتي خالص، بالعكس ده بيرطبها، من رغم ان هو معمول للبشره الدهنيه، بس طبعا بيمشي مع البشره المختلطه، بس طبعا مش هيمشي مع البشره العاديه او الجافه، لان ده ما فيهوش اويل، خالي من الزيوت تماما، عشان ما يطلعش حبوب للبشره المختلطه والدهنيه. طبعا يا بنات هتلاقوه متوفر في كل حتة. المنتج ده انا بحبه جدا، شركة ايفا فيها منتجات كتير حلوة، وفيها طبعا اللي مش كويس، فانا طبعا بحب اختار الحاجات اللي انا جربتها وافيدكم بيها، سواء كانت حلوة او وحشة عشان ما تضيعيش فلوسك فيها. فده حاجة كويسة انت لازم تشتريه، بديل ارخص لاي مزيل ميك اب او غسول غالي. تمام يا بنات، انا هقول لك طريقه الاستخدام بتاعته، سهله جدا. انتي بتغسلي مرتين في اليوم منه. اول حاجه بتبلي بشرتك زي ما هو مكتوب عليه كده، وتدلكي الغسول بلطف على الوجه وحوالين منطقه العين في حركات دائريه باطراف اصابعك، ثم اشطفيه بالماء جيدا. دي الحاجات اللي انتي بتستخدميه، ممكن تستخدميه مرتين في اليوم علشان بشرتك تبقى نظيفه وما يطلع لكيش اي حبوب. لازم طبعا بشرتك تتغسل مرتين، مرة الصبح ومرة قبل ما تنامي. طبعا يا بنات الغسول اهو مكتوب عليه ان هو غني بالزبادي والخيار، وبيناسب بشرتك الدهنية. فهو الصراحة المكونات اللي فيه كلها ممتازة قوي للبشرة، وبتستفيد بيها البشرة بشكل كويس جدا. وطبعا يا بنات وجينا لنهاية الفيديو، ده كان ريفيو النهاردة عن غسول ايفا ومزيل المكياج من ايفا، ده ممتاز جدا. وياريت لو الفيديو عجبك ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.